نحن في مدرسة بنات المستقبل في عرسال نؤكد على الحالة المدنية المطلقة في بلدة عرسال اللبنانية، ونحن بتاريخ 22/7/2017، وكما نلاحظ الدوام المدرسي كالعادة، نحن في الدورة الصيفية والأطفال يمرحون ويلعبون ويحصلون الواجب الدراسي كما هو معتاد. مثل ما احنا شايفين الدوام طبيعي وحضور الطلاب ايضا طبيعي والوضع الان ان شاء الله، والطلاب عم تاتي لحالها من المخيمات بدون اي خطر وبدون اي مشاكل. طبعا اليوم يوم عادي في مدرستنا، الطلاب داوموا جميعا والحياه طبيعيه ايضا في البلده بشكل عام، ولكن احيانا نلاحظ تاثر الطلاب باصوات المدفعيه والقذائف، ولكن نلاحظ ايضا انه امر طبيعي لديهم، فقط الخوف من الصوت، مع انهم يعلمون ان المعركه خارج حدود البلده بشكل عام. عملنا هيك